اليوم في ماينكرافت اعيش داخل هاي الشاحنة الاسطورية مال جد بنتين، وخلي اشوفكم اياها. هاي الشاحنة من برا يعني بالله جدا اسطورية. واو، شوفوا هاي الشاحنة مال جد بنتين شباب. اللي يعرف اسمه جد مال بنتين خلي كتبنا بالتعليقات، انا اكيد اعرف اسمه شباب، بس انا اريدكم تفكرون وتتذكرون شنو اسمه. اوكي، هذا هو بيت بنتين شباب. قلت خلاص كافي العيش بي شباب، فقلت خلي اعيش داخل هاي الشاحنة الخفيفة اللطيفة. اوه شنو مستوى الجوع مالتي كلش زاد شباب، نقص، فخلينا ناكل كيك كيك كيك. والله كله كيكه كامله يمين بالله. اوكي خلينا ناخذ لنا شوي ستيك. طبعا اني جيت هذا الى هذا المكان شباب لان لقيت شيء رهيب، وهذا الشيء بكل اختصار ان هم موجود ورا بيت مال بنتين ثلاث انواع مختلفه مال بيوت شباب. وللامانه هذول البيوت ما ادري ابراج ما ادري شنو هم بالضبط، للامانه اول مره اشوفهم بحياتي. شوفوا يا عيال، عندنا البرج الاول او البيت الاول اللي هو بيت الديار، عندنا البرج الثاني او البيت الثاني اللي هو بيت الكابلستون، عندنا البرج الثالث او البيت الثالث اللي هو بيت الدايموند. واو يا عيال شوفوا، ولكن اكو خاصيه بكل بدايه بيت. مثلا عندنا هذا البيت الاول، اكو هنا شجرتين شباب صغيرتين مره ورب الكعبه، جدا صغيرات اللي موجوده هنا. اما بالبيت الثاني اللي هو البيت الكابلستوني موجود عندنا هنا بي سي او كمبيوتر او حاسبه، عندنا هنا ماوس، اوكي كيبورد، والله مرتب شباب حلوين. اوه بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 5، الله يرزق كل شخص بلاي ستيشن 5 اللي يحط لايك. اوكي الله يرزق كل واحد يحط لايك بلاي ستيشن 5. اوكي فضغطوا لايك شباب حتى الله يرزقكم بلاي ستيشن 5. تمام، وهذا عندنا الدايموند شباب موجود هنا، ما ادري الامانه شنو هذول بالضبط. تمام، طيب عندنا اول بيت شباب اللي هو هذا البيت شباب، ما ادري الامانه اكو عندنا هنا تراب دور شباب. المشكله الباب مغلوق، الابواب مغلوقه رسميا شباب، الابواب مغلوقه. شلون طيب هذا الباب شلون ينفتح؟ واتش تي في، ده يقول لنا شاهد تلفزيون. شنو شاهد تلفزيون؟ وهنا يقول لنا ابجريد ارمر دايموند، ارمر دايموند لازم نطور دروع من الدايموند. اما هنا ماكو اي شيء يعني الامانه، ولكن موجود التراب دور. فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ولكن قبل كل شيء خلينا ناكل لنا هاي الحبه اللحمايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الباب، او ماي جاد اكو حفره هنا، خلي ننزل لجوا ونكتشف شنو موجود داخلها. والله اني جدا متحمس وخايف نفس الوقت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، انزل ابو المور، انزل انزل انزل. شنو هاي؟ ليش ما يجي ينزل يا عيال؟ اوكي وصلنا وصلنا وصلنا. شنو هاي شباب؟ اوه عندنا هنا صندوق من الكابل ستون، تمام؟ وهنا عندنا صندوق حجري، والله نايس، والله حلو شباب، صندوق من الكابل ستون وصندوق حجري. حلوين حلوين ورب الكعبة شباب، أول مرة أشوف لهيك نوعيات من صناديق. واو شوف الشكل مالته، شكله داخل هذا. اوه شنو السيف؟ شوف السيف شباب. اوه اليابي، شنو هذا السيف يا عفو الله الرحيم؟ طيب عندنا صندوق ثاني، شنو البيضات؟ دقيقة شباب خلينا نقرأ نقرأ نقرأ، أوكي نقرأ، ايش مكتوب هنا؟ كيل أول ذا موب، علامة يساوي دور أوبن، يقول لنا شباب بكل اختصار بهاي اللوحة لازم نقتل جميع الموبات، على مود شنو؟ على مود ينفتح لنا الباب اللي فوق ونكتشف شنو موجود داخل ذيك الغرفة، أوكي؟ فوالله العظيم شباب هذا الصندوق الكابلستوني للأمانة جدا حلو. أوكي فخلاص شباب خلي نجرب نفتح هذا الصندوق. عندنا ثلاث بيضات مال سبايدر، ثلاث بيضات مال زومبي فيليجر، ثلاث بيضات مال زومبي، ثلاث بيضات مال زومبي فيلد بيجلين سباون ايج، وعندنا ريفانجر سباون. والله شباب شكلنا راح ننجلد. ثلاث بيضات مال كريبر، ثلاث بيضات مال والله الله يستر شباب. اوكي اول واحد، اي ابلع ابلع. اوه سمعت الصوت شباب مال هذا السياب، وربو جبار، سمع سمع سمع، طع طع، والله قوي يا عفو الله، طع. الشيء الحلو شباب يخليه يدمج يعني هذا السيف، والله جبار يا عفو الله. اوكي زومبي فيليجر ابلع ابلع يا زومبي فيليجر، اوبا 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 اوبا، والله قوي عجبني، لا عجبني ذا السيف، عجبني شباب والله رهيب. يعني تخيلوا شباب اذا عوفك كذا يموت، يموت 100% ما راح المسه ما راح المسه ما راح المسه ما راح المسه 100% يموت. ياب ياب ياب، يعني مجرد ما تخسر عليه شت وحده. يعني شوفوا مثلا هذول ثلاث زومبيين كل واحد نطيح حبه، اوكي حبه وهذا حبه، خلاص ماتوا ماتوا ماتوا. والله سيف من اروع ما يكون للامانه. اوكي ابلع. أوه. شباب من تقفز وتنطي وحده بون شوت يموت، بون شوت يموت، يعني والله الامانه فشي مره قوي، فشي مره بطل ورب الكعبه. طيب ريفنجر ذكرها، لا 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 لا، شو قلت له هذا يا عيال؟ راح يقتلني يا عفو الله، يا عفو الله شباب هذا شلون راح يقتله؟ والله مصيبه هاي،
مصيبة شباب، شو راح نكتله؟ والله برطا يخلي ينكسر لنا هذا الديار يا عيال، راح يدمرني يدمر هذا. يا عفو الله يا عفو الله، المشكلة ثلاثة لا واحد ولا اثنين. اوه ماي جاد، اذا يقطنا نتورط شباب، اذا يقطنا نتورط. اوكي تعال 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 تعال، اجا اجا اجا، وخر ما يمدينا نجلده شباب، حرمان. لا يلعن خيرك يلعن خيرك يا الورع. لا شباب هذا جلدنا، هذا شي كتلة ذا يا عفو الله الرحيم. هذا ما يموت شباب، ما يموت والله. لا 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 كمان شباب، انا ما اريد يصير فيني كده ورب الكعبة، ما اريد يصير فيني كده. ان شاء الله يكون اختفى شباب، اذا يكون اختفى نخلص من يمه وربي. والله اعتقد ما راح يختفي، بعده موجود، بعده موجود السبك. طيب دقيقة شباب، اذا اخذنا بلوكات الديار. اسف انا اسف. لا شباب طلعوني، يا عفو الله يا عفو الله. اهرب اهرب اهرب، والله على مصقلب يا عفو الله. او ماي جاد شباب، شو اسوي الحين؟ شو اسوي؟ اوكي دقيقة شباب، جت لي فكرة، راح اروح ابيع هذا السيف واجيب له مقابله بو، هذا الحل الوحيد الأمانة. اوكي شباب، واخيرا قدرت اروح ابيع السيف مالتي وقدرت اجيب مقابله، هذا الشيء الحلو اللي هو البو شباب. باذن الله الواحد الاحد راح نقدر انه تعال يا ورع، يا ورع يا ورعين ورعين، تعال ابلع ابلع والله جلدك. لا 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 لا، اسف ابلع ابلع، والله تموت ورب الكعبة، والله تموت. شنو يا شباب، قوي مرة، قوي ما يموت، موت يلا موت. لك هاي شنو هاي، شي قتلة ذا يا عفو الله. اوكي هيل شباب، صرفنا عليه تقريبا فوق 20 سام وما يفيد. اي 20 سام يلا يموت يا عفو الله، والمشكلة بعد. لا كمان شباب، كمان شي قتلة هذي. اوكي رسبنا واحد، اهرب تعال يا ورع، المشكلة باقي اثنين، هالمصيبة شباب. شلون نقدر نروض يا شباب؟ والله هذا لا يجيبني لا يجيبني بس لا يجيبني. تعال موت موت يا سبك، موت يا زلم موت. 20 حبة، 20 حبة طارن، 20 سام طار شباب، موت. وال شنو هذا؟ والله طيرنا 20 حبة وربي، شنو هذا من كارثة ورب يمين بالله. اوكي خلي الرسبنا، اوكي الاخير اخير اخير، اهرب. اوكي 20 حبة ايزي، اوكي على السريع خلي نكتله شباب على السريع، هذا كذا كذا تك 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 تك. موت يلا موت، لا تطول اموت حبيبي، لا تطول، تموت والله تموت يعني. لك هاي شنو يا شباب، كارثة هاي شنو، ما يموت هذه، هاي اكثر من 20 حبة سام شمرنا عليه شباب. والله وين 20 اكثر، هاي شمرنا عليه تقريبا فوق 40 سام يا عفو الله الرحيم. او ماي جاد شباب، جمرنا تدمر. باقي الكريبر، هاي الكريبر ايزي بيزي لمن سكويزي، هاي كريبر حبيبي واخر ويرع شباب. ولكن المشكله بقت لنا فقط 40 حبه سام، هل نقدر من خلال هاي ال 40 شباب نقدر نكتل لنا هاي الكميه مال وحوش؟ والله شكلها صعبه الحركه شباب، هذا الشيء الصعب اللي انا سويته، ورطت حالي وبعت السيف شباب، ورطت حالي وبعت السيف. انا لو محترم نفسي وقتلت جميع الوحوش وبعدين شفنا حل كان احسن شباب. اوكي جلدنا انا الحمد لله، باقي 29 سهم وباقينا 9 وحوش. اوكي هذا سكيلتونية ايزي بيزي، هاي سكيلتونية حبايبي انتم ايزي، يعني انتم المنوب انتم سكيلتون. شنو هاي؟ الو سكيلتون، سكيلتوني من شو وقت صار محترفين؟ محترف. والله جابني يا عفو الله، متنا. هيل يا ورع، بقى لنا 13 سام شباب، 13 سام ورب الكعبة. ما ادري شنو اللي لازم اسويه الحين بالضبط. تعال هذا اخر واحد شباب، يا اخي ليش غبي انا، ليش ما اسوي لك كذا شباب؟ وهذا هو، هاي خلصنا، هاي بعد لا يقدر يمد ايده علي. هذا هو، هاي جيب لك بليز الحين، جيب لك التريد والله ايزي. ولكن هذا البيجلينج شلون راح؟ اوكي خلي الرسبن كلنا هنا شباب، انا البليس، خليني تاوشون ويا بعض. اوكي تاوشوا يلا، تاوشوا كلكم تاوشوا يا ورعين، يا ورعين ماتوا كلياتكم يا اي كفو اول مات. حلو ولكن المشكله الاسهم راح يخلصن، جاي موتون. حلو موت. والله ايزي شباب، والله لو عرفت اني من البدايه كده كنت سويته كده من البدايه. او الاسهم خلصن شباب، هاي ورطه. اوكي باقي فقط ساميان يا عفو الله يا عفو الله الرعين. اوكي شنو، راح ابقى الزمن بايدي انا الحين، وش السالفه يا ورعين؟ والخلصن اسهم شباب، خلصنا اسهم يا عفو الله الرحيم يا عفو الله. طيب جت لي فكره ثمانيه. اوكي بعد خليني نبني. اوكي
اجت لي فكره ثواني شباب. اتذكر اني قبل يومين ما ادري قبل يوم بنيت شباب بيت، وهذا البيت خليت بيه خشب، يعني يمديني اصنع لي سيف، فموجود بيه خشب، يعني حتى سيف من الخشب يقدر يكفينا ويقدر يخلينا انه احنا نجلد هذني الوحوش. والله ما توقعت كده انهم راح يتعبوني زي كده، ورب الكعبة جدا اقوياء يعني، خاصة ذاك البيجلن اللي جلدنا اول مرة. طيب هذا البيت اللي قلت لكم عليه شباب، خلي نشوف. اوكي عندنا هنا الخشب نسويه. اوكي فاللي راح نسويه شباب هذا، ونسوينا كمية مال سيوفة جدا هواي، وكان الله يحب المحسنين. اوكي خالصين شباب. اوكي الحين شباب انا سويت فرة، هو طلع المكان هنا يا اخي، ايش قد انا غبي والله، ما توقعت انه انا غبي لهي الدرجة يعني للامانة وربي. اوكي خلينا ننزل الحين، تعال ورعين، يلا يلا تعال تعال اللي بالسيف هسه هسه. والله لو كان عندي السيف الاسطوري ذاك مال قبل شوي شباب كنت ورب الكعبة قدرت اجدل بطريقة اسهل وافضل واحلى واسهل بطريقة جدا ايزي. اوكي موت، خلاص ماتوا كلهم، لا باقي بليز واحد، باقي بليز واحد وخلصنا خلصنا يا اخي موت. شنو البليز؟ اوكي ماتوا كلهم الحين شباب، خلينا نتاكد. يب 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 ماتوا ماتوا كلهم ماتوا كلهم، الحمد لله خلصنا شباب خلصنا، خلينا نتاكد. يب ماخي ما عندنا ولا بيضة ولا بيضة. اول صندوق شباب راح نفتحه مثلا واحد، اي اول صندوق اول بيت راح نفتحه مثلا واحد. بسم الله عايشينهم شباب. الو صندوق من الديار وفاضي بعد، لا حلو لا حلو لا حلو. اوكي ولكن اعطونا السيف، شنو السيف؟ اقصد شنو البكاكس؟ ماجنتيك بكاكس. دقيقه شو تسوي؟ اوكي شباب تسحب الاشياء هاي، نايس والله نايس. يعني مثلا انت بكاف شيء يعني ما ظلمه مكان ظلمه وبعيد مثلا على هاي البلوكه تجيلك تجيلك هاي تلاقيه عندك بالانفنتوري. ورب الكعبه نايس، ما توقعت كده وربي. يلا شباب هسه الحين نجي الى المكان الثاني، ولكن قبل كل شيء خلينا ناخذ لنا غفوه سريعه هنا بالشاحنه مالتني قبل ان ندخل الى البيت الثاني شباب. اعتقد شباب البيت الثاني يقول لنا واتش تي في شباب. أوه ماكو سرير شباب، والله توقعت والله. يلا عادي يابا شينا، خلينا نباوع التلفزيون بالظلمة عادي يابا، ماكو مشكلة عادي يابا. اوكي خلينا نشوف. اوكي واتش تي في. اوكي فخلينا نجي هنا شباب، نسوي لنا ذي الحركة ولازم نضغط على هذا الزر. شنو اللي صار شباب؟ شنو؟ شوفوا شباب شوفوا، اعتقد شباب راح لازم نبوع هذا الفيلم مال توم وجيري، يلا تصير عندنا. يلا يلا شباب خليكم خليكم، خلينا نشوف هذا الفيديو او هذا الفيلم مال توم وجيري حتى نقدر ندخل الى هذا البيت ونكتشف شنو موجود داخله. اوكي طبعا اني جيري المسكين، اليوم صارت لي مصيبه ورب الكعبه، مصيبه 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 من بالله. طبعا المصيبه انه توم اجى لهذا المكان وسوى هذا الكوكب مالته بهذا المكان، فاني اليوم جدا خايف وخايف من هذا توم يجي ياكلني، فالله يستر من هذا الشيء اللي راح يصير يا شباب. طبعا اني عندي هذا المكان السري اللي موجود بهذا المكان واني خايف عليه، فلازم اخبيه باي طريقه. يا ساتر شو اسوي الحين، والله العظيم ورطه هاي، لازم عندي هذا المكان السري اخبيه من توم. اوكي اوكي ثواني اجت لي فكره، شنو رايكم بهاي الطريقه؟ والله ان شاء الله توم ما راح يعرف. دقيقة اذا انك سرنا هاي الكرافتنج تيبل ونحولها هنا ان شاء الله المكان السر يصير ما راح يكتشفه احد يا شباب. اوكي اوكي خلي نكمل بهاي الطريقة. يب 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 صار مختفي المكان السري. اوكي الحين مثلا ناخذ لنا هذا الصندوق همينه انكسره ونحطه وراء السرير حتى شنو؟ حتى ما يصير يبان انه موجود عندي مكان سري، وما لازم احد يفتحه، فقط اني اللي لازم اعرف شنو موجود داخله. الله يستر. اوكي كده صار المكان السري ما موجود. اوكي هذا المكان السري بعدين راح نفتحه ان شاء الله واشوفكم شنو داخله. اوكي الحين راح شباب راح اسد الباب مالتي لان والله العظيم انا جدا خايف من ذاك توم. يا ساتر. اوكي ناخذ لنا بلوكتين هاي الديارت ونصعد اللي فوق ونحط بلوك الديارت هنا الاولى والبلوك الثاني هنا، ويلا خلي انام ولازم احمي كل اغراضي وكل صناديقي لان اني جيري اليوم جدا جدا غني وعندي هواي هواي فلوس. اوكي يا شباب خليني اخلص، خلصت من عندي البلوكات يا شباب ويا بنات، لسه ما خلصت السقف تبعي مال كوكب مالتني. والله شوفوا ما احلاها يا شباب ويا بنات، افضل كوكب واجمل كوكب بالعالم احسن من كوكب جيري. هذا شنو يا شباب ويا بنات؟ جيري مخلي امام الباب مالته بلوكايات ديار. دقيقه خلينا يا شباب، انا هسه جوعان كثير، خليني ادخل الكوكب مالتي اشوف الصندوق مالتنا. صندوق ما يبغى يفتح يا شباب ويا بنات، واني يا شباب جوعان كثير.
واني يا شباب جوعان كثير كثير، لا عندي لا اكل ولا فلوس، وحتى سقف مالتي مش مخلص. شو الورطة هاي؟ لكن يا شباب يا بقى اجتني فكرة كثير كثير اسطورية، انه ايش؟ انه نروح اكل، ان اروح اكل جيري، والله وجبة كثير كثير اسطورية، الطعم يخبل يا ابطال، تعرفوا يا شباب هذه. او نروح نسرق جيري يا شباب، اتوقع انه جيري هو كثير كثير غني، اروح اسرق جيري او اروح اكله، او اكله واسرقه هميا، والله فكره خوش خوش اسطوريه. هو دائما جيري ذكي كثير، يعني عنده كثير فلوس هذه 100%، واكله يعني اصير اغنى واحد يعني بهذه القريه. طيب اوكي، خليني اول مره اروح اقفل هذا الباب، وبعدين اروح اخش عليه كبير. اوكي شباب، خليني اول مره اكسر هذه البلوكه، هذه البلوكه الثانيه، ونبدا خش عليك بلوك. لا 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 يا جيري خلاص اخذ هذول، بعد لا ترجع لي مره ثانيه، اخذ هذول شغلات، اخذ بعد لا تجي روح انقلع، قلع برا يلا. شنو هذا؟ تعرف الله، روح انقلع من ذا المكان يا اخي. شنو هاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك، يريد يسرقني. او ماي جاد شباب، ايش هني قصرك يا جيري؟ انت خوي، افتح الباب. شنو خويك؟ يعني انا فقر وانت قطة وهر، يعني شلون؟ اكيد انت تكرهني وتريد تاكلني يا اخي، والله عارفك اني يعني من بداية العالم وكذا، يعني شو اسمه الفئران يحبون ياكلون شو اسمه القطط يحبون ياكلون الفئران، فانت تريد تاكلني، راح انقلع. امي انا ما اريد اكلك، انا عندي كثير سمك، انا ما احب، يعني انا يعني عاشب، ما اكل الفئران، ماني لاحم. شنو يعني انت قلت اني عندك هواي سمك وانت عاشب؟ لا لا ما صدقتك حبيبي. لا يلا سلام عليكم. انا عاشب يعني ما اكل الاشياء ذي، يعني ما اكلك، ما يمديني اكلك. ايش طيب؟ خلاص انا مش لاحم. طيب يعني في انواع من القطط. شنو تريد؟ قل لي تشكو. ما اريد ولا شغله، انا بدي اصير انا ما لقيت ولا واحد، وشوف ما عندنا لا جيران ولا اشي، وانت جاري الوحيد، واني احبك كثير، وانت سويت كوكب زيي، فاحنا رح نصير اصدقاء، اوكي؟ لا والله العظيم ما ادري يا شباب، ولكن احسك تريد تنصب على، ولكن ماكو مشكله، رح نعطيك فرصه، اوكي؟ خلاص من انا رايح رح نصير اصدقاء، وهذا الباب مالتي مفتوح لك. يا سلام يا سلام رح اصير صديق جدي. اوكي 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 خلاص صرت صديقي، وتقدر تدخل الى بيتي ايش وقت ما تريد، ولكن اكو شرط. اوكي اكو شرط. ايش هو الشرط؟ الشرط موجود عندي مكان سري تحت السرير مالتي، اذا جرأت وفتحته راح ازعل عليك وتشوف شنو راح يصير فيك، اوكي؟ وما راح نصير اصدقاء نهائيا. لا وخر علي. وخر علي انقلع. خلاص راح نصير اصدقاء، بس اهم شيء لا تشوف شكو داخله، تمام؟ اتفقنا؟ اوكي تمام، بس اسمع يا جري، انا ما عندي لا اكل ولا اشي، ممكن تعطيني اشي ناكله؟ دقيقة، بما ان انت صديقي خلاص تفضل، هاي جولدن ابو المطورة، تفضل يلا تفضل، بالعافية. اوه يا سلام، خليني اكل هذه الحبة الجولدن ابلاية. يا سلام. هي دقيقة، جبت العيد. يا توم والله اني اسف، اني مخربطة شوي اليوم. عادي ماكو مشكلة. خلاص انا راح انام هنا بالسرير مالتي، وان شاء الله بكره الصبح راح نسوين هواي مغامرات، اوكي؟ يلا مع السلامه، لا تقدر تروح تنام بيها. اوكي اسمع. يا اخوي جيري، يعني ليش ما تاخذ هي السرير تبعك وتخليه هنا؟ ليش هنا بالضبط؟ يعني ما اعرف ليش. مو لاني لازم انام على المكان السري حتى ما يجون السراق ويسرقوني، ولكن انت صديقي واثق بيك، فراح اغير السرير بهذا المكان، وراح اغير جميع الاماكن الى الاماكن مالتن، فاهم؟ يعني السرير مالتي ما كان هنا بالبدايه، كان فهمت عليك. اسمع جيب لك كرافتنج تيبل، خليها بالنص عشان ما يشوفوا المخبأ السري. فكره حلوه ولا ايش؟ شنو؟ لا خلينا كده هسه، ما عليك هسه راح اكسر لي هالكرافتنج تيبل، ثواني نحطه بهذا المكان، والسرير راح ارجعه شلون ما كان، اوكي؟ خلاص هنا هذا اي بالضبط، تروح هسه اسلم ديك تنام. يلا يا جيري، بكره جيب لنا لعبه نلعبها، اوكي تمام؟
يا شباب ويا بنات، احنا هسه كسبنا الثقه تبع جيري، اوكي؟ يعني يمديني ادخل للكوكب تبعه واسرقه واقتله واكله، وهسه يمديني اسرقه واكله وخلاص، يعني كل شيء اسويه الكوكب تبعه يصير لإلي، يعني اصير اغنى واحد بهذه القريه. والله فكره كثير 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 اسطوريه. هو هسه نايم وهو انا بجانبه، هو لا قفل لا باب ولا سوى اشي، وراني مخبأ واتوقع به كثير كثير فلوس. اوكي، اول مره خلينا نفتح الصندوق ونجيب السيف تبعنا. اوكي ممتاز، وهسه اروح لا اسمع، ايش رايك ننتظر الليل يا شباب؟ اوكي يا شباب، خلينا اول مره نفتح الباب. هو هسه نايم، خلينا اول مره نفتح هذا المخبأ السري. لا لا، مخبأ سري، لا لا، مخبأ سري، فلوسي فلوسي. لا يا شباب، هسه قتلت جيري واكلته، والله انا هسه شبعت كثير كثير. اوكي، لا خليني اول مره يا شباب ويا بنات ناخذ كل الدايموند مالته، وبعدين يا شباب لا ناخذ الاشياء المهمه، فاير ايش اسمه هذه، فاير وورك نجيبها، وتي ان تي، وهذه الجولدن ابل المطوره، وهاملين يا شباب نشوف الصناديق الثانيه، الترا والاندر بير. او ماي جود، والله هذا كثير كثير غني. وجيب الدروب على النذر رايت، وجيب الفاير وورك، وكل اشي كل اشي مهم، والتوتم، عنده شجرات بوك، او ماي جود يا شباب، وعنده جودن ابل مطوره همين، وتنتويات، وباقي ما مش مهم، نذر ستار وتوتمات، لا توتمات مش حلوه يا شباب، عنده سيف النذر رايتي، ودرع هذا جاست بليد ايش اسمها، نذر رايتي. اوكي ممتاز، خلينا هسه يا شباب يا بنات، يعني لا اعرف يعني توم، لا انا ما اجيت لجيري ولا اعرف ولا شيء، يعني راح اسوي نفسي مش موجود. هذا اذا سالني واحد علي انا لا اعرفه ولا رحت له ولا اعرف ولا اي قصه له. اوكي خلينا يا شباب يا بنات نخلي اغراضنا في هذا الصندوق، وبعدين روح انا وارتاح شوي، يعني اليوم تعبت كثير كثير. ايش يعني قتلت جيري واخذت وجبه، احسن وجبه وافضل وجبه يا ابطال، والله افضل وجبه يا شباب، وانا همي صرت غني، إيه ما في احسن من كذا يعني، عارفين. خليني هسه يا شباب يا بنات انا تعبان كثير، يعني قتلت جيري وسرقت وسويت اشياء كثير اسطوريه، خلينا نام ونرتاح شوي، تصبحون على خير. نام 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 نام. او ماي جاد شباب، والله نهاية ابد ابد مو حلوة، نهاية والله العظيم شباب، يعني حلوة ومو حلوة في نفس الوقت شباب، ولكن حرامات شباب، حرامات يموت ذاك الورع. يلا ماكو مشكلة شباب، هاي حلقة شباب عادي. يلا فخلص شباب، الحين قدرنا نباوع التلفزيون وقدرنا نشاهد الفيلم كامل، اتمنى عجبكم الفيلم يعني. فخلي ندخل الحين الى هاي الغرفة ونشوف شكو داخلها، بعد 3-2-1 انطلقنا. اوكي، صندوق كابلستون مثل اللي هناك، ولكن الحين لازم نشوف شنو موجود داخله. بعد 3-2-1 بوم. اوكي شباب، يعني باوعنا فيلم، حصلنا 27 دايموند، والله تخيلوا شباب الحياة كده، يعني تخيلوا الحاجات بالحياة الواقعية، يعني ابوك يجي لك تقول لك اذا تباوع فيلم مال امير انطيك فلوس، تخيلوا شباب، يعني والله فشي مرة حلو شباب، نايس. اوكي عجبتني الحركة شباب، عجبتني وربي. اوكي شباب، الحين راح نجي الى البيت الثالث ونشوف شنو موجود داخله، بس انا اتوقع انه صندوق دايموند غريب عجيب راح نلاقي جوه. اوكي مكتوب ابجريد ارمر دايموند، وعندنا هنا موجود صندوق، خلينا نجرب نفتح الصندوق. بعد 3-2-1 بوم. اوكي دقيقة شباب، هاي عندنا 63 حبة دايموند صارن عندنا، استكان بقر، شوجر كين، وكمية مال خشب هائلة، وشنو بعد؟ باكت ماي، باكت لافا، باكت ماي، باكت لافا، وبطلات مال اكس بي. اعتقد شباب فهمت، اعتقد فهمت، يب فهمت، لازم هسه هذا نكسر هذا ونسوي لنا اداة مال شو اسمه هاي، بس قولوا يا شباب، والله حتى نسيت اسمها، يا عفوا الالة مال تطوير. اوكي خلينا نسوي لنا آلة مال تطوير شباب، نجيب لنا لافا وماي، لافا وماي، هاي اللافا وهذا الماي، اوكي هاي اللافا وهذا الماي، اوكي هاي الماي وهذا اللافا، اوكي حلوين حلوين خلصنا. الحين شباب
انكسرنا هذول ثلاث بلوكات اوبسيديان. خلاص قدرنا نكسر ثلاث بلوكات الاوبسيديان يا عيال، والحين شنو اللي راح نسويه؟ راح نقدر من خلال ردنا كتاب كتاب كتاب. اوكي عادي يا بشينيو، هاي سهله، ايزي بيزي، لمن سكويزي جيب لنا كرافتنج تيبل، حاط لك كرافتنج تيبل بهذا المكان. شنو بعد شباب حتى يكون الشغل مرتب اكثر، نسوي لنا صندوق نحطه بهذا المكان. شنو قلنا شباب؟ ردنا كتاب، اوكي كتاب بسيطه شباب، شوجر كين. اوكي نسوي لنا ورق بهاي الطريقه، والحين نسوي لنا كتاب. اوكي ناقصنا جلد، عي بقره 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 بقره، هاي سلام عليكم بقره. اوكي ابلع يا بقره ابلع، تعي 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 تعي، وين فلت؟ لا تفلتين بقره ورعه. اوكي خلاص قتلنا البقره، شنو بقره بقره. اوكي الحين نصنع لنا الكتاب، حلوين كل زين. اوكي فالحين نقدر من خلاله نسوي لنا الاله مال التطوير. لا شباب ناقصتنا حبه اوبسيديان، لا شباب لا. يلا شباب انا اروح ادور لي حبه اوبسيديان وارجع لكم، يلا ليتس جو. اوكي واخيرا شباب بالقوه قدرت احصل لي الرابع حبه اوبسيديان، يعني الحمد لله وشكرا لك حاجه قدرنا نحصلها. فالحين راح يمدينا نحن نسوي لنا الالم التطوير. اوكي فخلينا نجي هنا، وما قال لنا لا تطويره ليفل 30 ل 40، ويعني عندنا اكس بي بما فيه الكفايه تمام. فهذا كله شباب الشغلات التافهه اللي احنا ما نريدها للامانه شباب. فاحنا شباب اللي نريد الحين فقط الدايموند شباب، لان شلون راح نقدر نصنع لنا دروع بدون الدايموند؟ فاكيد لازم نكسر لنا الدايموند اول مره. حرامات شباب لو كانت بتطوير فورتشن. اوه شنو هاي؟ جلتش دايموند، جلتش دايموند، واو شنو هاي الدايموند المقلتشه اللي اجت لنا يا عيال. اوكي خلي هاي شنو هاي؟ كلها جلتشات صارت، هاي شنو هاي شباب؟ صارن اثنين نقدر نصنع لنا سياف بالجلتش دايموند. والله والله عندي فضول الامانه، اريد اجرب نقدر نصنع لنا سياف. والله مستحيل ما اتوقع، والله ما ادري شنو الفائده مالتها وربي. اوكي احنا شلون نقدر نسوي لنا دروع؟ يعني راد لنا تقريبا 23 الى 24 حبه دايموند، الحين عندنا 15 وهذول 19 صارن 20 21 22 23 24 وان شاء الله شي من شان صحتكم شباب. اوكي اوكي سوينا تشست بلاي، او 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 تشست يا اخوان. اوكي تشست بلاي ثانيه، اوكي بنطرون خوذه وبوت، صار عندنا فول ارمر دايموند. طيب الحين لازم انه احنا نطوره، وما عندنا لابس لازلي. يلا شباب هاي عندنا دايموند كلش هواي 37 حبه، راح اروح ابيعهن واشتري لي لابس لازولي تمام. اوكي شباب بعت لي 37 حبه دايموند، على مود اقدر اجيب لي ستاك كامل مال لابس لازولي. طور ابو المور، طور يا كبير، طور كل شيء نطوره. الله اوكي الحين اعتقد لازم نحطهن بالصندوق وكذا اللي راح ينفتح عندنا وباذن الله الوعد الاحد هاي الغرفه ونشوف شكو داخلها. يلا شباب اذا انتم متحمسين حتى تردون تعرفون شنو موجود داخل هاي الغرفه. اوكي او ماي جاد شباب ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات حتى نعرف شكو موجود داخل هذا الصندوق. يلا شباب ضغطوا لايك ضغطوا لايك ليتس جو، انطلقنا. يا عفو الله الرحيم شنو الشغلات؟ 38 حبه الرينبو انجت، والله ما توقعت كذا شباب. شنو هاي؟ اوكي علامه الحظر ترافيك شباب، سيركيليشن ترافيك. اوكي اوكي مال الطرق 25 بكت ما ادري مال وش، وهذا يعطينا بوست واحد. شنو البوست اللي نعطيناه شباب؟ جاي نشربه ترى جاي يخلص، نعطينا بوست مال جولد ريتش. طيب مال شنو هذا البوست اللي شربناه؟ للامانه ما ادري شباب. اشرب بكاكسات، انتك بكاكس شباب، بكاكس قديم. اوه شوفوا بكاكس ما احلاها، وعندنا دروع هنا اسطوريه شباب، خلينا نجرب نلبسهن ونشوف شنو. اوه اوه شباب او ماي جاد، بدله الفضائيين حرفيا شباب، والله بدلة الفضائيين. طيب نجرب هاي البيكاكس. اوب 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 شنو هاي؟ طعت على راسي انفض. شنو هاي؟ اوب 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 شنو البيكاكس؟ لا 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 لا